كمان لاحظنا بسبب غياب التنظيم بالشق المتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابي كيف إنه ظهور المرشحين النافذين مالياً بالإعلام المرئي كان كتير مقابل شبه غياب المرشحين غير الميسورين، وبالتالي أعطى القانون المرشحين ذوي النفوذ والأموال فرصة أكبر للظهور والوصول إلى البرلمان على حساب مرشحين بإمكانيات مادية أقل. قانون الإعلام والإعلان الانتخابي كان واضح لجهة ضرورة أنه تعمل المؤسسات الإعلامية على تأمين الحياد والتوازن بين المرشحين، ولكن للأسف هالمواد ما اتطبقت. شفنا أنه معظم المساحات بوسائل الإعلام إن كان المرئية أو المسموعة أو حتى الإلكترونية كانت كلها مدفوعة. المرشحين كانوا عم يضطروا يدفعوا مبالغ كتير عالية، وصلت لحدية 6000 دولار بنشرات الأخبار قبل الانتخابات و250 ألف دولار للتوكشوات السياسية بأوقات الذروة، وهيدا مبالغ كتير كبيرة جعلت فقط الناس اللي هن متمولين واللي كتير اغنيا انه يقدروا يوصلوا ويطلعوا على الاعلام لحتى يعلموا المواطنين عن برامجهم الانتخابية الى اخره. وما شفنا اي تمييز بوسائل الاعلام بين الاعلام الانتخابي اي المادة غير المدفوعة والاعلان والدعاية الانتخابية اللي كان لازم الاعلام يقول انه هيدا مادة مدفوعة، ما شفنا هيدا التمييز. وللأسف كلنا بنعرف انه المؤسسات الاعلامية هي بظل اصطفاف سياسي معين، كنا عم نشوف فقط الزعماء من الفئة الأولى كمان بس عم يقدروا يوصلوا على الإعلام، أو الأغنياء مثل ما قلنا اللي كانوا عم يقدروا يدفعوا ثمن هيدي المساحات.